فرق ما بين هنا وما بين هنا، هتعرفوا الفرق. يعني في بعض اللاعبين، انا بتكلم على الجيل القديم مش دلوقتي، في بعض اللاعبين مشوا من النادي الاهلي ويقول لك لا انا عايز امشي عشان ما بلعبش ال 90 دقيقه كامله. يا سيدي اقعد كمل، ده النادي الاهلي، اقعد بس احتياطي الاول وبعد كده العب ومفيش مشكله. يقول لك ايه؟ لا انا عايز امشي من النادي الاهلي. اول ما يطلع من النادي الاهلي ويروح نادي اكس، اول ما يروح نادي اكس ده تلاقي جاله حاجه غريبه، جاله حاجه غريبه جدا، تلاقي التليفونات يا جماعه رجعوني، عايز ارجع، الحقوني الحقوني. طب خلاص، ما احنا قلنا لك، كلنا قلنا لك، زمايلك، انا بتكلم على الاجيال القديمه، انا ما اعرفش دلوقتي ايه اللي نفس الكلام، اي حد هيمشي هيبقى كده برضه، لكن انا بتكلم على اجيال انا شفتها بعينيا وناس انا شفتهم بعينيا. هناك فارق كبير جدا جدا جدا، فانت مش قادر تعمل حاجه في الملعب. الملعب مش قادر تعمل فيه حاجه. فهتعمل ايه؟ دايما لما تلاقي اتنين بيتخانقوا، لما تلاقي اتنين بيتخانقوا تلاقي واحد فيهم وهادي وواثق من نفسه، بيتكلم بطريقه جيده وصوته ما بيعلاش قوي، لكن لما بيحب يعلي صوته بيعليه. وبتلاقي التاني عامل ازاي؟ عمال يتكلم ويجعجع ويشتم ويضرب ويعمل وبتاع، فيحصل ايه؟ تعرف على طول ان انت وانت واقف من بعيد كده بتتفرج، تعرف ان اللي بيتكلم بثقه وبقدره غريبه عن على ان هو يتحمل اللي بيحصل فيه الاثنين اللي بيتخانقوا. تعرف على طول ان ده كبير كبير كبير، مش خايف، كبير مش ضعيف، كبير بافعاله وبقدرته على ان هو يغير كل حاجه وهو واقف، وهو ما بيزعقش، وهو ما بيجعجعش، وهو ما بيقولش اي كلام. هو ده الفارق، هو ده النادي الاهلي. طول عمرنا، طول عمرنا في النادي الاهلي، او طول عمر النادي الاهلي كده، طول عمر النادي الاهلي من اول 1907 وحتى الان، النادي الاهلي بكل رؤسائه العظام وبكل مجالس ادارته العظيمه كلهم بيتعاملوا بنفس الشكل وبنفس الموقف، وطول عمر النادي الاهلي بياخد بطولات وهيفضل ياخد بطولات وهيفضل يعلى، وبالنسبه لكم هيبقى سراب سراب. تيجي تمسك الانتا تلاقيها فاضيه، تيجي تمسك الانتا تلاقي الدنيا فاضيه. احنا قلنا هنا قبل كده لو قفلنا 10 سنين زي ما قلت لكم كده النادي الاهلي، وبعدين ننام شويه، وبعدين اهلي 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 اهلي، وبعدين ننام شويه تاني اهلي اهلي. هو ده، دي حقيقه، مش بتريق والله على حد ولا بتكلم على اي حاجه خالص، ولكن هي دي الحقيقه، الحقيقه الواضحه للجميع. بالمناسبه انا مش بقول كده عشان انا عندي فريق قوي، انا عارف ان انا النادي الاهلي هيفضل طول عمره قوي، النادي الاهلي